مقارنة دالتين. قبل المرور إلى تمرين ومعرفة تقنية مقارنة دالتين، نحن نعرف مقارنة دالتين من الدرجة أو حدوديتين من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى. ففي المثال الذي بين يدينا نريد مقارنة هاتين الدالتين. إذن لدينا يعني 3x مربع ناقص 2x مربع يعني x مربع زائد 3x ناقص 15. إذن نبين بأن هذا التعبير أصغر من صفر مما يكون x أصغر من ناقص 5. فتعميل هذه الحدودية هو x ناقص 2 x ناقص 2 عامل ل x زائد 5 أصغر من صفر. إذن لدينا الجذران هما ناقص 5 و2، بين الجذرين سالب وخارج الجذرين هو موجب، يعني أن وجدنا بأن إذا كانت x أصغر من ناقص 5 فإن تعبير سالب. الآن في التمرين 1 نريد أن نبين بأن تي ناقص تي أس 2 على 2 أصغر أو يساوي ألين 1 زائد تي. إذن سنلجأ، إذن سنعتبر دالة جي لي إكس أو إف لي إكس تساوي تي ناقص تي أس 2 على 2 ناقص ألين 1 زائد تي، بحيث أو تي قلت هنا بحيث تي تنتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن هذه الدالة هي قابلة للاشتقاق، إذن F قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، و f بريم لي x f بريم لي x أو f بريم لي t تساوي إذن 1 ناقص t ناقص 1 على 1 زائد t. إذن المقام الموحد هو 1 زائد تي، واحد ناقص تي في واحد زائد تي هي واحد ناقص تي أس 2 ناقص 1. إذن تبقى لدينا ناقص تي أس 2 هي إف بريم للتي. إذن الاستنتاج إذن إف تناقصية على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ومنه مادام أنها هي تناقصية فإن مهما يكون تي ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية فإف للتي أصغر من أو يساوي f لصفر. فالدالة هي معرفة على صفر، الدالة هي معرفة على صفر. إذن مهما يكون t ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية f لt، إذن f لصفر هو صفر أصغر أو يساوي صفر، ومنه مهما يكون تي ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، مادام أن إف للتي أصغر من صفر فإن تي ناقص تي أس 2 على 2 أصغر أو يساوي ألين 1 زائد تي.
إذن وظفنا رسابة دالة لتأطير أو لمقارنة دالتين. في السؤال الثاني هو مجرد استنتاج. إذن نلاحظ، إذن هنا لدينا ألين دو إكس وهنا لدينا ألين واحد زائد تي، يعني نعتبر بأن إكس هي واحد زائد تي. إذن نعتبر إكس تساوي واحد زائد تي. إذن أن تي هي إكس ناقص واحد. بما أن إكس أكبر قطعا من واحد، هذا يكافئ بأن إكس ناقص واحد أكبر قطعا من صفر، يكافئ بأن تي أكبر من صفر. وماذا لدينا؟ ولدينا مهما يكون تي ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، فإن تي ناقص تي أس اثنان على اثنان أصغر من ألين واحد زائد تي. ومنه إذن نعوض تي بقيمتها، إذن تي هي إكس ناقص واحد. إذن مهما يكون إكس، إذن تغيير المتغير ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذن قلنا مكان تي لدينا إكس ناقص واحد، إذن إكس ناقص واحد ناقص إكس ناقص واحد الكل أس اثنان على اثنان أصغر من ألين. إذن قلنا واحد زائد تي هو إكس، إذن أصغر من إكس. إذن بقي الحساب، المقام الموحد هو هنا هو اثنان. إذن نعمل بإكس ناقص واحد، إذن نعمل بإكس ناقص واحد، إذن إكس ناقص واحد عامل، إذن عامل لإثنان ناقص إكس ناقص واحد. إذن هي اثنان زائد واحد هي ثلاثة ناقص إكس أصغر من ألين دو إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية.